حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ورنسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مستمرين مع هيونداي ومع سانشوري موتور كومباني وكالي، المصنع الكوري العملاق بعالم السيارات بلبنان. ديفر ياشي اللي جرنا دائما نضوي اعتراضات هيونداي، وهي سينيور كوربريت سيلز بالشركه. ديفا هاي مره جديده. هاي جورج، الاكسنت كثير حلوه، طراز جديد، ديزاين ولا احلى من هيك. قبل ما نحكي عن السياره بدنا نرجع نضوي على الاووردز المهمين اللي حصلت عليهم هيونداي وورلد وايد مع نهايه عام 2018 وبدايه 2019. جورج، شركة الهيونداي أخذت أكثر من جائزة عالمية بال 2018، بيناتهم بما أنه هي بتهتم كثير بالسيفتي بسياراتها، أخذنا توب سيفتي بيك بلس على أكثر من موديل، يعني أكثرية الموديلات اللي عنا. أخذنا براند أوف ذا يير أز بير ريد دوت أوورد، يلي هي بالإنوفيتيف ديزاينز يلي عندها الهيونداي، وكمان طلعت موست ريلايبل كار أز بير جي دي باور، يلي هي أمريكان كومباني كثير معروفة كمان وورلد وايد. لهالسبب هيدا طلع البراند فاليو بهيونداي بنسبة 3%، وصل ل 13.5 بليون دولار. وكمان الاكسنت اللي عم نشوفها جورج هون بالستوديو، يلي هي النيو موديل 2019، اخذت توب سيفتي اوورد بال 2018. اليوم عم نشوف موديل اكسنت يلي هي من اول السيارات بلشوا معنا بهيونداي. اتس ا فاميلي كار اند انديفيدجوال كار بنفس الوقت، سياره حجمها كثير حلو، صح. ولا كبيره ولا صغيره، وبنفس الوقت واسعه كثير من جوا. عم نشوف السايد تبع السياره مع سبيشال 16 انش الوي ويلز جورج، اللي عطينا سبورتي بروفايل. ومثل ما بتعرف هيونداي كثير عم تشتغل على انه كله يكون مودرن وسبورتي لوك بسياراتها. صح. هلا كمان حنشوف الرير بامبر تبع السياره، حلوين كمان المصابيح الخلفيه كيف داخلين على الجوانب، كمان ديزاين كثير حلو للبامبس عم نشوفهم كمان من ورا على السياره، مثل ما عم تقولي يعطينا طابع رياضي اكثر. صح، هذا الرير فيشا مع لوجو لهيونداي مع سنسور والكاميرا فور سيفتي للكلاينت. نعم. كمان والانحناء على الهود الخلفي، كمان الازاز الخلفي كثير كثير حلو لعمليه دخول الهواء انسيابيه رائعه خلال القياده، واضحه على ديزاين للهيونداي اكسنت الجديده. وكمان الام في 8 جورج، بدي ركز على موضوع بنركز عليه بكل سياراتنا يلي هو عزل الصوت بكل سيارات الهيونداي، في كابل معزول كليا عن الخارج. مزبوط 100%. خلينا ننتقل معك اكيد ديفا، نحكي عن داخل ابرز الاوبشنز موجودين بداخل السياره الحلوه. عم ننتقل لداخل الهيونداي اكسنت الجديده، والسكرين طبعا موجوده. عندنا فيتشرز كثير مهمين بالسياره، 3 سبوكس، الفولان، ديركسيون تبع السياره. خبرينا ابرز الاوبشنز موجودين فيها ديفا للسياره. مثل ما عم تشوف جورج، سياره فول اوبشنز، ديركسيون فيتاس جلد، اكيد كستاندرد اوبشنز في عندنا الفور باور ويندوز، باور ميررز، اي سي في المركزي، الارم، التاتش سكرين مع نافيجيشن وكاميرا يلي بيسهلوا عمليه القياده على الزبون. ونحن عندنا اكثر من تريم جورج بسياراتنا حسب شو الليفل يلي بفضله الكلاينت، فيها موتور دريفن باور ستيرينج، كمان اموبلايزر مع الارم فور سيفتي، مع هذا الشوفير كمان بيقدر يتحكم فيه مثل ما هو بحب، بلوتوث ليقدر يحكي بالتليفون كمان هو وسيق هيدا، وبتساع 5 اشخاص مرتاحين السياره. هيدا اهم شيء، لانه عم نحكي عن حجم متوسط. نعم، مثل ما كنت مثل ذكرتي اول حلقه، يعني عم بحبوها انديفيدجوالز. نعم. وعم تنأخذ كمان از فاميلي كار، كل شيء، ما عنده سيجمنت معين، هذا عم يميزها للاكسنت على صح، خاصه انه سبورتي بروفايل، مودرن روك كمان، والاي سي من قدام ومن ورا كمان لكل القاعدين يكونوا مرتاحين. دول زون. نعم. وكمان الاي بي اس والاي بي دي بيجوا ستاندرد اوبشنز بهذا الشيء ناحيه السيفتي. نعم. لكن حكينا عن الداخل، الاوبشنز المهمين الموجودين داخل الاكسنت. تابعي حديثنا مع ديفا، اكيد بنحكي انجن ونعرف بعدين الديل شو سعر السياره بسوق لبنان. تابعي حديثنا مع ديفا عن هيونداي اكسنت الجديده، ومن بعد ما حكينا عن الديزاين واكيد عن الانتيريور بدنا نحكي انجن.
محركين او محرك واحد اليوم السياره؟ محرك واحد فيري باورفل انجن جورج يلي هو 1400 سي سي 16 سباق بيجي 100 حصان، واهم شيء انه 6 سبيد تيبترونيك بهيدا السايز، ولا سياره عم بتكون 6 سبيد تيبترونيك. وفيرة كتير السيارة، معروفة قدي مصروفة حلو كبنزين. كسيفتي فيتشرز ستاندرد عنا ABS والEBD، وكمان مثل ما قلنا كذا ترم حسب بالنسبة للإيرباكس أي ترم بنقيها الكاستمر. بيرفكت، هذا من ناحية الانجن سيفتي. حكينا في عنا أكيد الإيرباكس، عنا ABS EBD صح، وأهم شيء إنه 51% هاي سترينث ستيل. مثل ما بتعرف هيونداي هي الشركة الوحيدة عالمياً يلي هي بتصنع سياراتها وبتستعمل استعمال الحديد الصلب بالسيارات يلي بيخلي بيأمن حماية أكثر للباسنجرز هن قاعدين بالسيارة. كنا حكينا قد إيه الكابين معزولة عن الخارج. نعم، بكل سيارات الهيونداي الـ MVH دايماً مركزين عليها ليكون اللي قاعد، وخاصة إنه نحن ببلد جورج دجة وعجقة صح، فهذا الشيء بيريح اللي سايق السيارة أكثر لأنه استعمل كثير مركزين على الـ MVH. طويل الشغل واحد يكون ضايش يكون ايزوليتد على الاخر بالسياره، بتكون مسكرين الازاز وحاطين الاي سي. رح ننتقل هلا نرجع نعرف منك شو الستارتنج برايس لهيونداي اكسنت بالسوق اللبناني. جوله شامله على الاكسنت الجديده من هيونداي عرفناها اليوم، وصار وقت نعرف سعر السياره دي. جورج اليوم على فترة رمضان very limited period عاملين special offer على هالسيارة، ببلش سعرها على الأوفر ب 16950 مسجلة خالصة، وزيادة على هيدا التنزيل كمان عم نعطي $250 cash back. It's for a limited period لفترة رمضان. نحن منشجع كل العالم يجوا يجربوا هيدا السيارة، عنا 20 شوروم بلبنان بيقدروا ينقوا أقرب شوروم عليهم. وبما أنه شركة هيونداي بتهتم بريحة الزبون أولاً قبل البيع وقبل حيالله شيء تاني، نحن منقدم لبنانز بيست وارنتي يلي هي 6 سنين أو 120,000، وكمان منشجع الناس يتابعونا على فيسبوك وإنستغرام ليأخذوا آخر أفراد. كل الأخبار والأفراد موجودة اليوم بهيونداي بلبنان. شكراً ديفا وجودك معنا لإقدامها بحلقات مقبلة. بكرة تابعونا مع حلقة جديدة وسيارة جديدة أكيد، مشاهدينا على MTV بأوتو فوكس. إلى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ورنسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.